بسم الله، عايزين نشوف ازاي نعمل سيلينج على ارتفاعين مختلفين ونحط سيلينج بينهم. فخلينا نرسم دلوقتي اي غرفة. انا كده بنرسم في 3D مفيش مشكلة، تمام. وبعد كده هروح مثلا للسيلينج اهوت واقول له انا عايز ارسم سيلينج، ففي اوتوماتيك سيلينج، تمام. هبدأ احدد الارتفاع اللي انا عايزه واحدد الشكل اللي انا عايزه للسيلينج وليكن اهوت، تمام. طيب ده كده السيلينج كله. طب لو انا عايز اخلي فيه سيلينج تاني، طيب هعلم على السيلينج دوت واقول له edit boundary، تمام. وهحط شكل جوه الشكل دوت. شكل جوه الشكل دوت معناها ده زي opening او قطع في الشكل دوت، تمام. اخترت انا شكل مختلف شوية، تمام. وهاخد الشكل ده كده كوبي. السيلينج ده على ارتفاع كام؟ على ارتفاع 2600. طيب هاجي هنا في السيلينج، تمام. لو حددت كده هيحدد كله. هقول لا سكتش سيلينج، المفروض ابدا ارسم. وسهل جدا ان انا اجي هنا واقول له ارسم لي السيلينج بالشكل دوت، تاب، يحددهم لي كلهم، او اقول له بيست واروح مختار الاين تو كولم فيو، تمام. بس اغير الارتفاع لان احنا عايزين نعمل حاجه مختلفه، 3 متر سواء لو انت عايزه اكبر منه او هتصغر الرقم لو انت عايزه يبقى لتحت. اوكي خلاص كده، يبقى انا عندي 2 سيلينج. وتقدر تعمل الاين الخط ده مثلا مع الخط ده، تمام. وتقدر تعمل مع الخط ده مع الخط ده، تمام، بحيث تخلي كان هما نفس الشكل او متكاملين مع بعض. طيب عايز ارسم بقى السيلينج اللي بين ده وده، اعمل ايه؟ اجي كومبوننت واقول له موديل ان بليس واختار سيلينج واقول اوكي. اكستروشن، تمام. وتقدر تكتب بقى الارتفاع اللي انت عايزه، يعني مثلا تكتب ده مثلا 2300 و2000 و3000. وتقدر هندخل بعد كده نظبط الارقام دي، تمام. واقول له انا عايز ارسم شكل السداسي بالشكل دوت، تمام. عايز ارسم بقى شكل اكبر منه حاجه بسيطه، فاقول له اوفست واختار رقم صغير خالص، تمام. واقول له اوفست بالشكل دوت، تمام. واقول له موافق، تمام. طيب عايز بقى ايه؟ ادخل اظبط بحيث تبقى فعلا قدها بالظبط. اقول له عايز سيكشن من هنا لهنا، تمام. او ده السكشن دوت من هنا ليه، تمام. هتلاقي خلينا نقفل الحوايط ديت عشان تشوف الشكل بالظبط. هتلاقي هو في سيلينج اهوت، تمام. وده سيلينج وده سيلينج، 3 سيلينج بيكملوا بعض، بحيث تقدر تحط الشغل بتاعك هنا وعلى ديت وعلى الجزء اللي فوق.